قبل 24 ساعة عن مباراة تنزانيا الجزائر، لا حديث لدى الصحافة المحلية سوى عن استعدادات منتخب نجوم الطوائف لموقعة هذا السبت، حيث هناك ارتياح كبير لعودة ثنائي تيبي مازامبي الكونغولي أولموينغي وسمطة إلى التدريبات. هذا الأخير كان حاضرا في الصفحة الأولى من جريدة سبورت التي كشفت عن انتقاله إلى نادي ليل الفرنسي في الميركاتو الشتوي القادم. إنه موهبة تيبي مازامبي، وفي لقائه ضد اتحاد العاصمة قدم مردودا رائعا. نعم، في ترتيب الفيفا أنتم أفضل بكثير، لكن فريقنا في الفترة الأخيرة عاد بقوة ونملك نجوما أيضا. أظن أن اللقاء سيكون صعب، لكنني أشتم رائحة الفوز. وقال موسيجيو سيليستين رئيس الاتحاد التنزاني في تصريح خاص به صحيفة ذا سيتيزن المحلية أن المنتخب الجزائري يضم لاعبين محترفين ينشطون كلهم في المستوى العالي ويتمتعون بمهارات وفنيات كبيرة، معترفا بصعوبة المهمة على عكس مدرب تنزانيا شارل بونيفاس ماكوزا الذي قال بأنه يحضر مفاجأة لكتيبة كريستيان غوركوف. ربما غياب الحماس لدى الجمهور التنزاني هنا بدار السلام يعود لانشغالهم بالانتخابات البرلمانية والتي كانت الشغل الشاغل للأيام الأخيرة. نحن نحترم الجزائر التي شاركت في كأس العالم، لكننا لسنا خائفين. نقطة أخرى يجدر الإشارة إليها وهي أن المنتخب التنزاني سيستأنف التدريبات اليوم بدار السلام بعد عودته أمس من جنوب إفريقيا أين أجرى تربصه التحضيري، حيث انهزم هناك وديا أمام منتخب البافانا بافانا للأقل من 23 سنة. رغم الفرق الشاسع الموجود في المستوى بين المنتخبين الجزائري والتنزاني، إلا أن الشارع الرياضي هنا متفائل ويعول على ثنائي سمطة وأولموينغي لإحداث المفاجأة، كما اعتبرت الصحافة المحلية ثنائي تيبي مازامبي بمثابة السلاح للإطاحة بكتيبة كريستيان غوركوف. كان معكم سفيان بالكبير ومحمد ملياني من دار السلام تنزانيا.